حضرتك من النوع اللي ممكن يتقمص لدرجة ان هو ما يعرفش ينفصل عن الشخصية طول فترة أدائه ليها، ولا بتقدر تفصل؟ اطلاقا اطلاقا انا ممثل واعي لجسمي، واعي لصوتي، واعي للكاميرا، واعي للملاحظات، انا واعي. ممكن تخرج عن النص يا فندم مثلا في كلمة، في حركة، بإضافة كلمة أو حركة طبعًا طبعًا بالاتفاق طبعًا مع المخرج؟ طبعًا طبعًا حصل بالاتفاق ده؟ مع المخرج، ولو حسيتها هقولها وبعدين أقولها. حصل ده في نيوتن في إيه؟ حصل في نيوتن في إيه؟ لا ما أعتقدش حصل في نيوتن إلا لو قبل التصوير، يعني حصل في نيوتن كتير جدًا بس قبل التصوير، وأنا قاعد بتكلم مع الأستاذ تامر وأقول له طب من نشيل الجملة دي ونحط ديت، طب أشيل الكلمة ديت وحط الكلمة ديت، طب كده. والموضوع كان بيبقى لطيف وجميل. كلمني عن مشاهدك مع الأستاذ محمد ممدوح. الحقيقة مشاهد كانت مثيرة ومعمولة باحتراف عالي جدا الحقيقة، وممتع وجذاب. أنا محمد ممدوح بحبه كممثل من أيام إبراهيم الأبيض، وبحب الشغل معاه جدا، وهو ممثل حساس وشاعري وقوي. مش عارف انت عايز مني ايه الحقيقه، الناس كلها مش عارفه. ايوه فهو ممثل بديع بصراحه، وانا سعيد بشغله. ايه المهام المشاهد اللي كانت بينك وبينه؟ هي كلها مهمه الحقيقه، بس هي كلها في مهمه، حاجات منهم هي كلها مهمه، بس المشهد اللي هو اللي انا منعته من السفر وبعدين طلع من السجن منهار وعايز يموتني. لكن انت ايه؟ وبعدين قلت له طب تعالى اقول لك انا دخلتك السجن ليه، وبعدين قعدته بقى، والمشهد كان طويل قوي وهو منهار وانا في منتهى الهدوء بقول له فلسفه الحياه يعني. فانا حاسس ان هو اتدمر يعني المشهد، بس ده كان مشهد يعني كان كويس وكان صعب، يعني كان مشهد كنت خايف لا 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 يقع مننا او يقع مني او بتاع او حاجه كده، بس الحمد لله يعني. بس ده كان مشهد صعب.